معكم مهندس الحوراني من قناة 10 مينت، واليوم معكم في فيديو جديد من سلسلة أهمية السوشيال ميديا وتأثيرها على بناء مشاريعنا وأعمالنا الخاصة. واليوم نتكلم عن موقع أمباسادور، وهو متخصص في الشبكات التسويقية وبناء المنصات الاجتماعية. بتكلم عن إحصائية مهمة جدا، حيث أن ما نسبة 71% من المشترين أو العملاء الذين يتواصلون أو الذين يخوضون تجربة خدماتية جيدة مع العلامات التجارية التي لها مواقع سوشيال ميديا متميزة ينقلون هذه التجربة الجيدة لغيرهم من العملاء، سواء لأقرنائهم، لأسرهم، لذويهم، لأصحابهم، أو لمن يود أن يشتري هذا المنتج أو هذه الخدمة. وهذه النسبة التي يزودنا بها موقع أمباسادور 71% هي نسبة جيدة وممتازة من أجل استغلال السوشيال ميديا في الحفاظ على الميزة التنافسية لشركتنا أيضا، ومن أجل الوصول إلى الملايين من العملاء المحتملين اللي ممكن بعد ذلك يصيروا عملاء حاليين، وبالتالي زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات. وهناك أيضا أبحاث أخرى أثبتت أن 75% من الشركات المتواجدة على السوشيال ميديا لها فرصة لعقد الصفقات التجارية أكثر من غيرها من الشركات الغير متواجدة على الإنترنت. لذلك يجب عليك البقاء والحفاظ على تواجدك في مواقع السوشيال ميديا والعمل على تصميم بشكل احترافي. ويفضل أغلب عملاء اليوم التواصل من خلال السوشيال ميديا، ويعتبرون المصدر الرئيس للتواصل مع العلامات التجارية المختلفة، وذلك بسبب حصولهم على اهتمام فوري، حيث أن الدراسات أثبتت أن ما نسبة 42% من المستهلكين يتوقعون الحصول على استجابة فورية لاستفساراتهم خلال مدة زمنية أقل من 60 دقيقة. لذلك تعتبر السوشيال ميديا من أقوى وسائل الترويج والتسويق على الإطلاق خلال عصرنا لهذا اليوم، وبالتالي يجب استثمارها بالشكل الأفضل والأنجع لصالح شركاتنا وأعمالنا ومشاريعنا. وخلينا نضرب مثال على شركة عالمية طبقت استراتيجية خدمة الزبائن Customer Service Strategy، وهي شركة نايك، حيث أنها طبقت هذه الاستراتيجية وأنها من أقوى الشركات التي طبقت هذه الاستراتيجيات، حيث أن لها حساب متخصص على تويتر يقوم بالرد الفوري على استفسارات وشكاوى الزبائن، ويكون الرد بشكل فوري. وهذا طبعا الحساب متاح لجميع الزبائن طيلة أيام الأسبوع لمدة 7 أيام وبسبعة لغات، ويتميز باستراتيجية قوية للتواصل مع الزبائن. ومن هنا تميزت شركة نايك بهذا الحساب المتخصص للرد على استفسارات وشكاوى الزبائن. وخلينا نختم حلقة هذا اليوم بثلاث نصائح مهمة جدا لشركتك أو لمشروعك الناشئ. النصيحة الأولى هي انتبه لجميع الشكاوى الواردة إليك عبر مواقع السوشيال ميديا وعالجها بشكل فوري، ولا تترك التعليقات السلبية حتى لا يحدث خلاف ولا يؤثر على علاقتك مع زبائنك أو مع عملائك. النصيحة الثانية، إدارة جميع محادثات السوشيال ميديا بشكل فوري وفعال من خلال تجربة خدمة الزبائن. وضربنا مثال واضح على شركة نايك وكيفية تخصيصها لحساب متخصص للتواصل الفوري مع الزبائن. والنصيحة الثالثة، بنقول لك عزز نقاط التواصل التي يفعلها زبائنك، وحاول أن تتواصل معهم من خلال هذه القناة أو من خلال القنوات التي يفضلها زبونك، مثل زبون يفضل التواصل معك عبر الفيسبوك تواصل معه عبر الفيسبوك، زبون تواصل معك عبر تويتر تواصل معه عبر تويتر. حاول اختيار القناة المناسبة لزبونك، ولا تجتهد في اختيار قنوات من اللي هو اجتهادك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، الحلقة الرابعة من سلسلة السوشيال ميديا وأهميتها في بناء مشاريعنا وعملنا الخاصة. بتمنى منكم عمل لايك لهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في قناتنا. بتمنى منكم الدعم، لأنه في هناك تقصير كبير في اللي هو الإعجابات والاشتراك. إن شاء الله بنشوفكم على خير في حلقة قادمة أخرى مفيدة ونافعة، ولا تنسوا الاشتراك طبعا في قناتنا ونقل المعرفة لغيركم من الناس. بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.